ما بيان سير كم امنكم ما كناش امنكم انا نعرضونا الاول اول معارض غيكون ليه لان النتيجه لقيتها يعني ايجابيه كتشوف الناس كيتشاف. لا شوف نقول لك واحد القضيه، دابا نوريك الواتساب ديالي ابار كاينين شي ناس تيعيطوا لي ماشي على الخدمه، يقول حنا عيطنا لك باش نشكروك، من الجزائر من الامارات من المانيا هولندا شحال من رقم دوبل 031، تقول حنا ما معيطين بغينا والو، يا اما فاشين جايين عند المركز يا اما بغينا نجيو يا اما ما عمرنا غنجيو حنا بيخن حسب راسنا، فاحنا معيطنا باش نشكروكم وصافي هذا الشيء اللي كاين. يعني انت كتشوف ان الرقيه هي بديل لواحد النقص في المغرب من ناحيه يعني القطاع الصحي؟ لا شوف ما كاينش شي حاجه سميتها بديل، هذيك طريق وهذيك طريق، يعني ما كاينش واحد الانسان هو راه تيقولها لهم ملي تمشي تجي عنده شي واحد تيقول لي عندك المرض ديال الطب سير للطب، راه واخا ما نخلي ما ندير معاك، عندك الطب غتمشي للطب، فهمتيني؟ ما يمكنش واحد عنده جرحه محلوله في رجليه غتقول لي حكا ندير لك الرقيه غنسدها. منطقيا. فهمتيني؟ يعني هذيك راه باينه ديال الطب، واحد كيطيح في الزنقه غتجي لومبيلونس تقول خويا اسمح لي. هنا عندنا في المغرب تقول ليه واش تطيح ولا ريح، حنا عندنا المقوله معروفه ديال لا ريح. غتقول ليه كيطيح ولا ريح قول خويا اسمح لي، هنا الدين اش غيديروا ليه؟ ما عندهم ما يديروا ليه، يعني هذا الشيء هنا مفهوم عندنا في المغرب، راه اصغر واحد عندنا جيب هذا الدري صغير يقول لك هذا تطيح يقول لك دير ليه السوارت ولا شي حاجه، فهمتش؟ ما يقولش عيط لومبيلونس ولا شي حاجه، يعني هذيك طريق وهذه طريق. يعني الحصص اللي كتكون حاضر معاهم في الاب ديالك مع الاب ديالك واش تتكون انت زعما مرتاح، واش انت غير كتجربه بغيتي غير تجرب او لا ربما لقيتيها طريق صالحه للمسار ديالك المهني ولا المسار المستقبلي؟ انا ما عندي حتى شي اشكال، شوف واحد الحاجه الا بغيتي ديرها نتايا بالاراده ديالك راه ما كاينش اللي غيوقفك، ولا كنتي انت قابل بهذيك الحاجه وعارف المصير ديالها، وكما تنقولوا حنا كل حاجه عندها سيف ذو حدين، عارف الايجابيات والسلبيات، راه ما يعني مادام انك مقتنع وعارف بان الايجابيات ديال ديك الحاجه اكثر من السلبيات علاش ما ديرهاش؟ يعني الاصدقاء ديالك ما تلقاوش واحد الغيره بينك، يعني كتشوفوا الاب ديالك كانه صديق؟ وشحال من واحد تيقولها ليا تيقول هذاك خوك بعيده على لونتوراج ديالنا، تيقول لي واش داك السيد واش خوك؟ عارف فاش كنشوفوا التصويره واش هذا خوك؟ تنقول لهم لا الوالد ديالي، ما بيناتناش بزاف 26 سنة تقريبا 25 يعني دو 24 لا كبر منك انا ب 24 عام لا تشوش مني لا بقات لي انا سيمانه غنكمل ندخل 26 24 26 شحال؟ عندك 50 50 سنة هذيك قول 25 24 ما كبرش بزاف يلاه غنكمل 25 قول 25 نص بالنص يعني الدم عندي والدم عندهم اللي قبل منا مخضرة ما دولا هو رونالدو الدراجة النارية هذه الاختراع ديالي هذيك كنت كنتفرج في واحد القناه في اليوتيوب تايلانديين كيخترعوا هذه القناه هذه وهذه اخترعتها انا راسي هذه بيدي باش اخترعتها يعني الرويد جبته من راس اخرى الكادر شريته بوحده بوراقي هذا الشيء راه قانوني سرت بوحده المونتيسور جبته بوحده والماكينه لصقتها بوحده الحمد لله هذا بالكارت كريد ديالو بوريقاته وهذا كنلصقو خديته على حساب الكرفان باش كنركبو اللور باش لكت في شي مدينه كنحط الكرفان في اتساع وهذا كنتسخر به شنو هذا هذه راه شوف اول مره تنشوف راقي وراقي في عقله انا باش تشوف واحد كرفان ومغربيه واخترع موتور اخترعوا راسو وراسو يعني دار واحد مجهود هاد نقول لكم واحد نقول لك واحد القضيه القضيه القصه ديال الكرفان وهاد القصه ديال الرونج وهاد القصه ديال الفيلا الحمد لله كنت يعني داكشي اللي كنت كنصور داكشي علاش قديت كناكل انا والعائله ديالي ياك كنقول امنيتي ندير فيلا ورونج وكرفان وربي يحققهم ليا قسما بالله لا ربي يحققهم ليا بالنسبه لهاد الكرفان تهدات ليا هديه مولاها شراها ب 90 مليون وضربت عنده 4 سنين وعطاها ليا كهديه يعني لقيت لي شي عائله وبقيت عزيز عليه وعطاها لي سافرت بها ومنين جيت قال لي عجبتك قلت له عجبتني قال لي الله يسخر لك بها يعني احسن رجل وطيب ما معنى الكلمه والحاله ديالو اللي رقيتيه واش ابن ديالو ابن ديالو يعني برا الحمد لله
الحمد لله. يعني بالنسبه لواحد السيد كتلقاه واصل تبارك الله والله يزيده خير في خير، يعني الله يزيده. ومنين رقيت لي ديك الحاله وانا عزيز عليه، قال لي حاجه وحده اللي كتعجبني فيك، متواضع وطيبوبه وكتضحك. هو كان حاطه عنده في الفيلا، قال لي غير حيدها وسير ديها خوذه. وهو عطى لي هديه كارت كريز، هي عندي هنا في الطوموبيل، باقي ما جبت كاع كارت كريز صغيره، عندي غير الكرتونه. ودرتي بها شي سفره؟ ضروري سافرت بها. انت والعائله؟ غير انا والاخ سافرنا بها انا والاخ الكبير الراقي الروحاني جمال السوسي. في الدار البيضاء، هو في الدار البيضاء في تيط من الليل. هو سبقك ولا انت سبقك؟ لا انا اللي سابقه، لا انا اللي سابقه. يعني هو التلميذ ديالك؟ هو التلميذ ديالي. اه على التلاميذ كيفاش تيتلمدوا عليك؟ يعني واش انت مدرسه كتعتبر راسك مدرسه ولا؟ لا شوف هذا الشيء ما كنتش يعني كنعيق به على شي واحد ولا شي حاجه ولا نبدا نفتخر به عليه ولا شي حاجه، لا عندي عادي انا هذا الشيء. بحال كنشرب كاس ديال الماء، بحال كنشرب، وهذه البركه عطاها لي الله، كاس ديال الماء كنحطو في التيساع، ما كنفوتش ثاني وثاني، كنقول لي شربوا كيلقى الماذق مغير، كيلقى حلو فيه شويه السكر، واخا يكون في اوروبا ولا في امريكان، كنرقيه عبر الواتساب، كنقول لي شرب الماء، كيلقى حلو، داك الشيء من عند الله. الحلاوه كيلقاها في وكيقول لي اودي حنا الماء الروبيني ما كنشربوش، كنقول لي عمروا لي من الروبيني، وكيعمروا بيديه وكيلقى حلو. واول تجربه وقعت لك واش انت ما استغربتيش؟ قلت لك استغربت في ديك السيده اللي دخلت للدوش وسدات عليها، انا استغربت ملي قالت لي هذاك يخرج يبعد منا. بحال هذيك اللعبه حنا كنقولوا المغاربه جيبك كرشك. شوف والله الا تنشكرك على هذه البساطه ديالك. مرحبا. التواضع ديالك. مرحبا الحمد لله. الشخصيه القويه. الحمد لله. كلمة واعره واعره ما لقاوش عند الرقاد. الحمد لله. وبالنسبه كاينين بعض شي وحدين خصهم يحفروا لك مع المخزن، خصهم يحفروا لك مع المشعوذين، خصهم يديروك الفتنه باش يدخلوك للحبس. يعني انت قد بهم. فيتهم ليه؟ ما كتسوقش ليهم، أنا قلت المشعوذ الأباطرة ما كندوش على الصغار، يلاه بداو، كنقول لي على القرايدية الأباطرة المشعوذين، سحروا لي عبد الله ولد فاطمة، سحروا لقيتهم ما تسحروا، ما يقدوش. علاش كتقول لهم مشعوذين؟ وفعلا المشعوذ شنو هو هذاك؟ إمام الجامع، خطيب الجمعة، وراه مشعوذ. ملي كيسحر واحد البنت مسكينة غادا تجوج، ولا واحد البنت مسكين، ولا واحد الولد مسكين عنده مستقبل لقدام، علاش غتحرمو مسكين من الزواج؟ ولا هذيك غتحرمها مسكينة من الزواج، علاش؟ حتى ترى عندك وليداتك، عندك بناتك، عندك بزاف د الحوايج، علاش؟ هادشي بغيت نفهم أنايا. وعلاش أنت كتحاربهم؟ كنحاربهم. علاش؟ أه؟ العدو ديالي هما المشعوذين. ما كنحملهمش، ما نكذبش عليك. حيت علاش؟ المشعوذ ملي كتمشي لعندو المرأة غير كتبان لي آية من الجمال، كيقول لها أعطيني صورتك باش نخدم لك على ود ولدك ولا بنتك، ياك؟ وراه ما بيش الولد ولا بنت بها هي. ملي كتعطيه التصويره حد الراس كيقول لها لا جيبها لي كلك، علاش؟ كيخدم لها في الراس وفي القلب وفي الرجلين. القلب كتولي كتولي تبغيه، الراس كتولي تفكر في ذاك المشعوذ، الرجلين كيدير فيها التلبيس باش تخرج من الدار وتجي لعندو يهزها. هذا هو المشكل اللي كيديرو. كنقول لهم ما بقاوش عطيو تصوركم للمشعوذين، يعني كيطمع فيك. صيفتي وحده خايبه ولا شي حاجه تقول لي بغيت نخدم لولدي، والله ما يطلب لها التصويره. التجربه. اه واخا تكون مرت الراجل الا عجباتو والله لازقلها، والله لازقلها. وواحد المشعوذ زعما راه ذكرته في اليوتيوب عندي، مات لي ولده الله يسر، حنا ما بغيناش لولده، ولده كان يخرج قاضي، داك السيده مات في الطريق، طلق من المراه ديالو ولا متشرد، دارك السيده تهرس من يده، والبنت اللي كتساعده اللي كتكون حداه في جنبه سميتها هند، كتكون الدوار جا في الله، هو سميتو حسن المشعوذ، كيسكن في تارودانت، وباقي ما باغيش يحمد الله. كانوا كيجيو عنده العيالات، وراه عنده فيلا في طريق الزعير عطاها ليه قطري، قال لي لا جوجتيني بديك فلانه غنعطيك هاد الفيلا هادي. اي مره جات عنده مشات فيها، والله يحطها في راسو تمشات فيها بالله. كيدير لها تلبيس في رجليها خاصها تخرج، كيدير لها الهياجان مسكينه، يعني كيكون راجل ما مقنعاش، كيدير لها بزاف د الحوايج، ولكن فين غادي ينعس؟ هو قال لواحد السيده قال لها طلقي من راجلك واجي لعندك، قال لها راجلك راه مفسد، وانت اش كدير؟ كتصلي عليه دور تسبع. من عندك مفسد، شوف اش كيدير لها، كيدير لها الوسواس في راسها وكيدخل لها الشيطين في راسها. واخا سي عبد الله كيفاش تقسم الاوقات ديالك في العمل مع الابناء مع الاسره مع السفريات؟ الولاد ديالي الحمد لله ديما معايا، ديما ضحك معاهم، ديما نشط معاهم، والابناء ديالي كنهضر معاهم بطريقه فنيه، ماشي الضرب، الضرب ما كتربيش، كتهضر معاه بفمك بلسانك، كتضربوا بلسانك وكتضربوا بجيبك، ماشي تضربوا بلسانك وما تهلاش في الولد ديالك، راه ما يمكنش. غادي يخرج كيسرق، غادي يخرج بزاف د الحوايج، كتولي ملي كتهلا في ولدك كتدور معاه، وتهلا في الزوجه ديالك كتدور معاه وكتهلا فيها، وكتبان لها غير انت بين عينيها، ملي انت ما كتعطيهاش وما كتدورش معاه وما كتهلاش فيها راه كتخرج للطريق،
هنا كتدخل مسكينه القيصريه كتبغي تشري وتجيب فلوس، يعني عندك الفلوس عندك الخير ربي عطاك الرزق وما تعطيش للزوجه ديالك، ومني كتخرج مع الاصدقاء ديالك ولا مع شي مجمع كتخسر الفلوس صحيحه، ومرتك كتخليها بلاش وكيرد لبال بنتك للزوجه ديالك، حطيها حطيها مسكينه راه محتاجه، محتاجه الحنان، محتاجه الاموال، محتاجه بزاف د الحوايج مسكينه. والاوقات ديال العمل ديالك كنبدا خويا ملي كان عندي المركز في الرباط، غير هو كان عندي الضيق وجيت في حالتي من هنا، كنبدا من 10 الصباح ما كنسالي حتى 5 6 7 4 على حسب يوميا يوميا. لا كنريح الخميس الجمعه السبت، 3 ايام السيمانه كنشد من راسي كنرتاح فيهم، وكنخدم لحد 2 3 ل 4، عندي 4 ايام في السيمانه كنخدم. كيفاش فرقتي هاد الاربع الخميس مع 3 و 2؟ غنقول غنقول لك، الخميس كنبغي نرتاح فيه كنجي لهنا جيت الفيلا ديالي هنا اللي باني في العروبيه الحمد لله، كنجي الراقب نجي نسقي نجي نغرس راسي، كنجي كناخذ واحد الحياه اخرى، كننسى داك عالم الجن وننسى ديك الخدمه وننسى داك الجمعه، كنمشيو نصليو الجمعه ما يمكنش غتنوض تخدم. السبت هي كرتاح فيها، الحد علاش خدمته؟ كيكونوا موظفين جالسين خصهم يجوا لعندي، درت انا على حساب الموظفين. شكرا استاذ تبارك الله. ان شاء الله. وكنشكر القناه الوانكم، كنشكرهم كنشكرهم بزاف، وبالاخص هاد الانسان اللي جا لعندي متواضع وعجبني بزاف صراحه، وقاري ومثقف وواعي.